أنهك المرض أجسادهم النحيلة، ووحده الأنين والبكاء حيلة هؤلاء الأطفال لمواجهة الألم. هنا في العاصمة صنعاء وفي مركز مستشفى 70 للكوليرا تحديداً، بات ازدحام هذه الخيمة الطبية بالمرضى أمراً اعتيادياً، حيث يستقبل الأطباء فيها ما بين حالتين إلى 3 حالات لمرضى الكوليرا في الدقيقة الواحدة. كما تعلمون أن الحالات وصلت إلى 200 ألف حالة اشتباه، وحالة الوفاة طبعاً وصلت إلى أكثر من 2000 حالة. في 20 محافظة يمنية موبوءة بمرض الكوليرا، ارتفعت حالات الوفاة بالوباء إلى 1400 حالة بحسب التقرير الأخير لمنظمة الصحة العالمية، والتي أكدت فيه أيضاً أن عدد الحالات المؤكد إصابتها بالكوليرا بلغ 569 حالة، من بين أكثر من 218 ألف حالة اشتباه بالإصابة. الوضع الصحي بالنسبة للحديدة يعتبر وضع مش ملابد، لأنه الإمكانيات مش متوفرة. نستقبل يومياً عدد كبير جداً ما بين 500 إلى 600 حالة. ليست الحديدة وحدها من تشكو تهالك القطاع الصحي ونقص الأدوية والمستلزمات الطبية الخاصة بمواجهة المرض، فأغلب المحافظات تعاني نتيجة للحرب ثم التفشي المخيف والمتسارع للوباء. إلا أنه وبحسب منظمة الصحة العالمية، فإن خريطة التفشي تظهر أن المناطق الأشد تضرراً هي أمانة العاصمة صنعاء والمنطقة الساحلية في الحديدة ومحافظة حجة، وجميعها قبيعة تحت سلطة الميليشيا.